الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من فضل الله علينا ورحمته بنا أن أذن لنا بأن نقابله وأن نقف بين يديه ولو شاء الله تعالى لما شرع لنا أن نقف بين يديه بل تركنا بلا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة ولا تراويح ولا غيرها لكنه امرنا بالصلاه لاجلنا نحن لا لاجله هو والا فهو سبحانه عنده الملائكه وهم اعظم منا الملائكه لا تسرح في صلاتها ولا شيء بل حتى الملائكه ربنا مستغن عنها وعن صلاتها اذا الصلاه لنا نحن الذين نحتاج الصلاه نحن الذين نحتاج ان نقابل الله في كل يوم واكثر من مره ايضا على الاقل على الاقل خمس مرات لكي تطمئن قلوبنا لكي ترتاح نفوسنا وبعض الناس يزيد من نوافل ليزيد من راحة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يقيم الصلاة قال أرحنا بها يا بلال وهل توجد راحة أكثر من راحة من يقابل الله تعالى كيف تتعامل مع الله إذا قابلته مقابله الله تعالى لها طعم، وانا اعرف ان كثيرا من الناس يريد ان يحس بطعم هذا اللقاء الذي يتكرر في كل يوم. المشكله انه في كل مره يفوتنا هذا الطعم. فكيف نحس بحلاوه لقاء الله؟ توجد ثلاث ادويه، من استعملها فان الله سيحيي صلاته، وكانه يصلي لاول مره في حياته. يقول احد الذين طبقوا هذه الادويه والله ما كنت اظن ان الصلاه فيها كل هذه الراحه وكل هذه السعاده الدواء الاول اول طريقه لكي يحس الانسان بطعم الصلاه اي صلاه فريضه كانت او نافله اول علاج ان تغير نظرتك عن الصلاه لا تنظر الى الصلاه فقط انها شيء يجب ان اطبقه لانتهي افعلها فقط لكي لا اعذب لا لا اذهب الى الصلاة لانك تحب الصلاة لانك تريد ان ترتاح بها كن معي في هذا المثال الاصل ان الانسان ياكل ليعيش اليس كذلك؟ لكن واقعيا الان هل الناس الان اذا اكلوا فانهم ياكلون ليعيشوا فقط؟ مستحيل ياكل فقط لكي لا يموت بس؟ لا ابدا بل هو يتلذذ بالطعام لقمة لقمة ويخلط النوع الفلاني مع النوع الفلاني وبمزاج أيضا أول مقبلات ثم الوجبة الرئيسية ويختم ذلك بالحلوى والفاكهة يتفنن بالأكل ولا تجد أحدا يأكل فقط ليبقى على قيد الحياة لا طيب أنت كذلك لا تصلي فقط لتسقط الفرض ولكن هدفك أن تستمتع بالصلاة علينا أن نستمتع بكل ركن فيها غير نظرتك اتجاه الصلاه الا ترى ان كل شعب له طريقته الخاصه باراحه النفس الغرب يستخدمون الموسيقى الهادئه للاسترخاء الشرق الاقصى يستخدمون تمرينات معينه للاسترخاء يسمونها اليوغا او غيرها بعضهم لا يسترخي الا بالخمر والعياذ بالله طيب ماذا عنا نحن لماذا لا نستخدم ما اعطانا الله اياه وما هو الذي اعطانا الله اياه انها الصلاه ولهذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اغمه امر صلى. المؤمن في الصلاه كالسمكه في البحر لا تريد ان تخرج. غير الخاشع في الصلاه كالطير في القفص لا يريد ان يبقى. ولهذا فانا اقترح عليك ان تسال نفسك سؤالا صادقا بصدق اسال نفسك لماذا اتيت انا الى الصلاه؟ بعض الناس اتى الى صلاه التراويح مثلا وليس في باله الا دعاء القنوت. الدعاء طيب ولكن اذا كان الدعاء هو الهدف فقط فسيبقى الانسان متثاقلا طوال الصلاه الى ان ياتي الدعاء. بعض اخر ياتي لاجل الصوت الجميل. الصوت الجميل مطلوب لانه سيساعدك على الخشوع لكنه ليس غايه بل وسيله. فمن اتى فقط لاجل الصوت الجميل فسوف يتثاقل طوال الركوع، طوال السجود، طوال التشهد. اما اذا كان الامام هذا صاحب الصوت جميل ليس موجودا صاحبنا هذا لن يخشع ابدا. لماذا؟ لانه اتى لاجل الصوت فقط. يوجد بعض الناس ما شاء الله عليه موفق لماذا اتى الى الصلاه؟ اتى للقاء الله لمقابله محبوبه لكي يكلمه لكي يشتكي اليه ليخبره بحاجته اليه ليسمع كلام ربه ليسمع ماذا يريد الله مني؟ فإذا قرأ الإمام القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا في الآية فأنا أستمع وأركز في الكلام لأني أريد أن أعرف ماذا سيطلب الله مني الآن وعن ماذا سينهاني ربي فالذي يطلبه مني سأفعله والذي ينهاني عنه سأتركه وإذا ركعت فإني سأعظم ربي لأن الركوع فيه تعظيم لله في عبودية شديدة روحك محتاجة لهذه العبودية التي يوفرها لك الركوع نعم كل إنسان منا عنده في داخل نفسه حاجة شديدة للعبودية فهو يحتاج أن يعبد إلهه لكي يستريح كل إنسان في هذه الفطرة وإذا لم يشبعها فإنه سيبقى قلقا سريع الغضب والانفعال حتى لعل يعني الشخص نفسه يتساءل لماذا أنا متوتر هكذا أحيانا يكون السبب هو عدم إشباعك لحاجة التعبد فالركوع فيه عبودية شديدة لله فستروي نفسك تماما والراكع يعظم الله تعالى ويدافع عن إلهه أثناء الركوع فيقول سبحان ربي العظيم سبحان من تسبيح تسبيح تنزيه لله عز وجل عن الأشياء التي لا تليق به سبحانه أشبع هذا الشعور في الركوع يقول لي أحد الأخوة وقد بدأ يتأمل الركوع بهذه الطريقة التي ذكرناها يقول والله أصبح الركوع على قلبي أحلى من العسل بعد ان اصبحت احاول ان اشبع حاجه التعبد في اثناء الركوع صار طعمه يختلف تماما ثم ننتقل الى السجود يا الله السجود هو افضل مكان بالصلاه وهو احلى مرحله <applause> والله السجود هو افضل مكان بالصلاه واحلى مرحله السجود هو عندما تكون في اقرب نقطه من ربك فيصبح دعاؤك قريبا من الاجابه فتطلب وتطلب اما التشهد فوداع وتحيه للخالق ثم سلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا سلمت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فسيوصل ربي سلامك اليه وهو في قبره نعم، أول ما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فإن الله تعالى سيوصل سلامك إليه في المدينة المنورة. ثم تستمر في هذه الصلاة الركعة الثالثة والرابعة وهكذا فتجد المصلي بعد انتهاء الصلاة أسعد مما كان قبل الصلاة. لقد امتلأ قلبه بلقاء ربه فبقيت آثار ذلك اللقاء عليه حتى بعد انصرافه من مقابلة ربه. قال تعالى: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل عرفنا الان لماذا كان السابقون يخشعون ولا نخشع؟ ببساطه لانهم يحبون الدخول بالصلاه ونحن نحب ابراء ذمتنا من الصلاه. فقط نريد ان نؤديها. لانهم كانوا ينظرون الى الصلاه بخلاف نظرتنا نحن اليها. اذا غير نظرتك الى الصلاه وسيتغير طعم الصلاه كليا في قلبك. يوجد دواء آخر للخشوع هذا الدواء لا أعلم أحدا طبقه ولم تتغير صلاته أبدا لا رجلا ولا امرأة كل من طبقه تغير صلاته تماما فما هو تابعونا في الحلقة القادمة